اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء، تعطى كل شيء، واحمل الصليب تعال، تجد الراحة والهدوء، لن يخيب ظنك تعال. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. حيثما أقمت أقيم أنا، لن يغيب وجهي تعال. إني اخترتك لي عونا، العلا يدعوك تعال. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. باسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. سيادة المطران ويليام الشوملي، أبونا طارق أبو حنة، أخوات الراهبات والإخوة الأحباء، للمرة الثانية على التوالي رعيتنا تنال بركة جديدة بزيارة سيادة المطران. هذه البركة تتجلى
في عطية الروح القدس، وهي أجمل وأهم وأقدس العطايا. في كل مرة عضو من أعضاء هذه الرعية ينال سراً مقدساً، تنمو الكنيسة، تكبر الكنيسة، تزداد جمالاً، تزداد قوةً، وتزداد مصادر البركة والنعم لنا جميعاً. لذلك نحن اليوم حول أبنائنا، ونرجو أن نعطيهم المساحة اللائقة بهذا الاحتفال، لا نشتت انتباههم بالتصوير الفردي والجانبي من خلال أجهزة الموبايل، حيث سيكون هناك مصور متخصص من النورسات تعطونا فيما بعد صور نقية شخصية مميزة. لذلك لندعهم يتأملون في عطية الأسرار المقدسة التي سينالونها، عطية مواهب الروح القدس وجسد ودم المسيح أغلى ما تركه المسيح لنا. معهم ومن أجلهم نتابع هذه الذبيحة المقدسة. والآن أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لنندم على خطايانا فنكون أهلاً للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة ونيل مواهب الروح القدس. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة، أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Oh.
كل شيء. أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، أيها الرب الإله يا حمل الله وابن الآب، يا حامل خطايا العالم ارحمنا، يا حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك الرب، أنت وحدك العلي يا يسوع المسيح، مع الروح القدوس في مجد الله الآب. في العلا المجد، المجد لله في العلا. لنصلي. نسألك أيها الإله القدير الرحيم، فأرسل إلينا روحك القدوس كي ينزل ويحل بنفوسنا ويجعل منها هياكل تليق بمجدك الرفيع. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك، معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور، آمين. لما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة، فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت، فوقف على كل منهم لسان، فامتلأوا جميعا من الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا. وكان في أورشليم أناس أتقياء أتوا من كل أمة تحت السماء، فلما انطلق ذلك الصوت اجتمع الناس وقد أخذتهم الحيرة، لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فوقف بطرس والأحد عشر فرفع صوته وخطب بهم، قال: أيها اليهود وأنتم أيها المقيمون جميعاً في أورشليم، خذوا عني هذا واصغوا إلى ما أقول. إن يسوع الناصري، ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى على يده بينكم من المعجزات والأعاجيب والآيات، كما أنتم تعلمون، ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق، فأخذتموه وقتلتموه بأيدي الكافرين. إن يسوع هذا قد أقامه الله، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء، نال من الآب الروح القدس الموعود بها فأفاضه. وهذا هو الذي ترون وتسمعون، كلام الرب. باركي يا نفس الرب. أيها الرب إلهي، لقد عظمت جدا، ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعها بالحكمة
فامتلأت الأرض من مقتناك. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. الجميع يرجونك لترزقهم أكلهم في أوانه، ترزقهم فيلتقطون، تبسط يدك فيشبعون خيرا. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. ترسل روحك فيخلقون ونجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الأبد، ليفرح الرب بأعماله. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرنم للرب مدة حياتي، أشيد لله ما دمت حياً، ليلد له تأملي، أنا أفرح بالرب. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا إخوة، أناشدكم أنا السجين في الرب أن تسيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، سيرة ملؤها التواضع والوداعة والصبر، فاحتملوا بعضكم بعضاً بالمحبة، واجتهدوا في المحافظة على وحدة الروح برباط السلام، فهناك جسد واحد وروح واحد، كما أنكم دعيتم دعوة رجاؤها واحد، وهناك رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة، وإله واحد أب لجميع الخلق وفوقهم جميعاً، يعمل بهم جميعاً وهو فوقهم جميعاً. كلام الرب. وَهَبَ رُوحِكَ
المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي، فأحبه أبي ونجيء إليه فنجعل لنا عنده مقاما. ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي، ليس كلامي من عندي بل من عند الذي أرسلني. قلت لكم هذا الكلام وأنا مقيم معكم. ولكن المؤيد الروح القدس يرسله الأب باسمي، فيعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. كلام الرب. إخوتي الكهنة، الأخوات الراهبات، أبناءنا الأحباء في رعية القديس بولس في الجبيهة، يسرني أن أكون بينكم للمرة الثانية خلال أسبوع واحد لإعطاء لمجموعة أخرى من أبنائنا وبناتنا مواهب الروح القدس في سر الميرون. أحيي أولاً كاهن الرعية الفاضل الأب بطرس حجازين ونائبه أبونا سليمان، كما أريد أن أعبر عن سروري لمشاركة كاهن رعية جبيها السابق اللي خلاكم تصلوا في القاعة لمدة سنتين بظن، وهو اللي بلش بناء هذه الكنيسة واكتملت في زمن أبونا بطرس. وانطبق كلام القديس بولس إنه واحد يزرع وواحد يحصد، مش الزارع مش نفس الحاصد، فكلنا نتكامل في عملنا الرعوي. وأهلا وسهلا فيك أبونا طارق. في سؤال بنسأل العماد، بعطينا الروح القدس وليش هالغلبة وكمان حفلة تثبيت ميرون مدام الروح القدس احصلنا عليه يوم العماد؟ سؤال جيد، بده جواب جيد. الواقع الروح القدس يعطى لنا في الأسرار السبعة كلها، مش بس بالعماد ومش فقط في التثبيت، في الأسرار السبعة. فمثلا بالعماد بفضل الروح القدس تعطى لنا الولادة الجديدة، الروح القدس يبارك ويقدس ماء العماد حتى من خلاله تعطى لنا الولادة الجديدة. في سر القربان الأقدس الروح القدس هو الذي يحول الخبز والخمر إلى جسد ودم يسوع. بسر التوبة بقوة الروح القدس تعطى لنا
مغفرة الخطايا بدلالة أنه يسوع لما ظهر لتلاميذه يوم الفصح نفسه نفخ فيهم، والنفخ له علاقة بالروح، نفخ فيهم وقال لهم خذوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم. المغفرة تأتينا بقوة الروح القدس. كذلك الروح القدس هو الذي يبارك زيت الميرون، هذا الزيت الذي يكرس المعمدين والمثبتين والكهنة أيضا. الروح القدس هو الذي يبارك زيت مسحة المرضى ويعطيه موهبة الشفاء. بقوة الروح القدس يصبح هذا الزيت قادراً، وطبعاً بصلاة الكنيسة، على منح الشفاء والثبات والقوة والصبر لمرضانا عندما يمسحون. أما في سر التثبيت فالروح القدس يحل على صغارنا وهم على أبواب الدخول في عالم الراشدين والبالغين. الروح القدس في المعمودية أعطانا الولادة الجديدة، لكن في هذا العمر، عمر 10 سنوات، الروح القدس يثبت أبناءنا وبناتنا ليستطيعوا أن يعيشوا إيمانهم وأن يشهدوا للمسيح بقولهم ومثلهم الصالح. إذن الروح القدس يعطيهم في هذه المرحلة المواهب اللازمة ليعيشوا إيمانهم رغم صعوبة عيش الإيمان في العالم المعاصر. نتكلم شوي عن المواهب السبعة باختصار، وأوجه كلامي للصغار. اتعلمتوا المواهب السبعة؟ تمام. هلا شو أحلى موهبة حبيتوها من المواهب السبعة؟ احكوا براحتكم، يعني الموهبة اللي أثرت فيكم وبتتمنوا تعيشوها، بس علوا صوتكم لأنه العمر بمنعني أسمع كويس. ما هي الموهبة اللي بتحبه؟ تفضل أنت. الحكمة، عظيم، تمام. شو في موهبة تانية؟ العلم، تمام. فهم، القوة، إيه؟ مخافة الله، صحيح. كمان المشورة، المشورة. أنت التقوى. خلاص سمينا السبعة، نشكر الله، نجاح كامل، أوكي، نجحتوا في الامتحان. قلت الحكمة، فعلا يا جماعة الحكمة موهبة ضرورية إلنا. في كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة نحن بحاجة إلى موهبة الحكمة، لأنه غياب الحكمة يعني إيش؟ الغباء والجهل. في كلمة مش طالعة مني، يعني اللي عنده حكمة لا يخطئ. الحكمة تغطي كل مجالات حياتنا، بتساعدنا نفكر برزانة وتعقل، بتساعدنا نتكلم أيضاً بتعقل، فتخرج منا في الوقت المناسب الكلمة المناسبة. إحنا معظم أغلاطنا وين جاي؟ باللسان، مزبوط؟ أغلاط اللسان هي أكثر أغلاط بنغلطها. لما نروح نعترف نص خطايانا جاي من هاللسان، هو قصير لكنه مفعوله كبير. القديس يعقوب بيقول إنه اللسان زي عود الكبريت، هو صغير لكنه بيحرق غابة، بيحرق غابة. اللسان عضو صغير لكنه ممكن يبلبل الدنيا حوالينا. فكم بحاجة أن نضبط لساننا من خلال موهبة الحكمة. الحكيم يوزن كلامه، يفكر قبل أن يتكلم، والجاهل يتكلم ثم يتأسف على ما قال. شو الأفضل؟ إني أفكر وأتكلم، ولا أتكلم بعدين أتأسف على اللي حكيته؟ أفكر. منقول بالعربي أعد للعشرة. الحكيم
يفكر قبل أن يتكلم، قبل أن يأخذ قراراً في حياته. طبعاً أنتوا بحاجة للحكمة، والبابا والماما بحاجة للحكمة، وكلنا بحاجة للحكمة، الخوري، الشماس، الراهبة، الرجل، المرأة، الطفل، الشيخ، كلنا بحاجة للحكمة، كلنا بحاجة نطلب من الروح القدس ينورنا. والروح القدس ما بيقصر، بس نطلب منه، هو مصدر الحكمة. بعد مرات منرتب بالكنيسة: أرسل روحك فتجدد وجه الأرض. صلاة جميلة، في أبسط منها نقول: أيها الروح القدس ألهمني ماذا أفعل، ماذا أقول، ماذا أعمل، ألهمني كون ردود فعلي مطابقة لإرادتك. ما أجمل أن نتصرف في حياتنا بحكمة. سؤال: هل الحكمة مربوطة بالعمر؟ يعني ابن 11 بيكون عنده حكمة أكثر من ابن 10، وابن 20 عنده حكمة أكثر من ابن 19؟ هل هي مربوطة بالحكمة بالعمر؟ أبداً أبداً. ممكن الإنسان يكون حكيم عمره 30 أكثر حكمة من ابن 60، ومعذرة للي عمره 60، يعني هي فقط مثل. الحكمة غير مربوطة بالعمر، الحكمة مربوطة بالعقل، وأيضاً بموهبة الروح القدس. بدي أتكلم فقط عن موهبة القوة. القوة هي موهبة من الروح القدس أيضاً، نحن بحاجة إليها كل يوم. لكن ما منعني بالقوة؟ قوة العضلات، القوة الجسمية الجسدية، قوة الغنى والمال والجبروت والتسلط، لا، قوة الوظيفة. القوة ليست هذا ولا ذاك، القوة تعني الثبات والمثابرة في ممارسة الفضيلة. القوة هي الصبر عند الشدة، الصبر عند المرض، الصبر عند الفشل، ومعاودة الجهد رغم الفشل. كلنا في لحظة من المحاضرات نصاب بالفشل والإحباط، موهبة القوة تقويني لأبدأ من جديد، لأتعلم من أخطائي. موهبة القوة بتعطيني الاجتهاد. ألا أنتم بظن فترة امتحانات، الاجتهاد هو كلمة أخرى للقوة، قوة الإرادة التي تثابر. أنا بحاجة لموهبة القوة حتى أدرس. كلنا منحب ما ندرسش، نروح نلعب، مزبوط ولا لا؟ لكن الروح القدس بعطيني القوة حتى أقاوم ذاتي وأجتهد. سؤال أخير بدي أوجهه إلكم: شو بتفضلوا؟ علامة 95 ولا الحكمة؟ حكمة، لأنه في ناس عنده بيجيبوا 95 ومش حكماء، لكن الحكيم إذا اجتهد بيجيب أكثر من 95 لأنه اجتهد. سليمان الحكيم ربنا سأله: بدك غنى ولا حكمة؟ طبعاً تجربة الغنى قوية. سليمان قال: بدي حكمة، وربنا أعطاه مع الحكمة أعطاه الغنى. إخوتي وأخواتي، أريد أن أهنئ صغارنا أولاً لأنه باجتهادهم، مثابرتهم على الدروس، وصلوا لهذه المرحلة، مرحلة المناولة الأولى ومرحلة الميرون. أريد أن أشكر الكاهن الرعية ونائبه والراهبات والمعلمات لأنهم حضروكم أجمل تحضير. بدي كمان أشكر أهليكم اللي قدموا أسماءكم وأيضاً شجعوكم، واليوم برفقوكم مع أشابينكم حتى تنالوا سر الميرون. مبروك للجميع، للكهنة، للراهبات، للأهل، للأشابين، وكل عام وإنتوا بخير. وقوف لطفاً. أدعي للطلبات، لا أعظم بدك أيها الإخوة والأخوات، نحن بحاجة لاستدعاء
الروح القدس علينا وعلى أبنائنا وبناتنا كي يجدد مواهبه وثماره فيهم. لذلك نرفع الدعاء معا بقلوب صادقة من أجل أبنائنا الذين سيتقدمون لهذين السرين المقدسين، سر الميرون والقربان الأقدس، من أجل أن يحفظوا في حياتهم مواهب الروح القدس، لتكون حياتهم وفق هذا الروح، ليعيشوا وينمو في حياتهم بالنعمة والحكمة والقامة أمام الله وفي الكنيسة وأمام الجميع. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. نرفع الدعاء من أجلكم جميعا العائلات، من أجل أن يعطيكم الرب مواهب الروح القدس وخاصة الحكمة، لكي تحافظوا على النعم التي ينالها أبناءكم في الأسرار المقدسة، سر العماد، سر القربان الأقدس وباقي الأسرار، من أجل أن تكونوا المثال الصالح لهم. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. نصلي من أجل رعيتنا أنتم الحاضرين والغائبين جميعا، من أجل المرضى منا الحزانة والمتألمين، من أجل أن نعيش دائما بحسب إنجيل الرب وكلمته وأسراره المقدسة، لنكون رعية حية. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. لحظات من الصمت خاصة الأهالي والأشابين، لنرفع الدعاء والطلبات الخاصة التي نشمل بها أيضا أبناءنا وبناتنا. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى طلبات كنيستك، بالمسيح ربنا، آمين. أما الآن أيها الإخوة والأخوات الأحباء وأيها الصغار، وقبل أن تنالوا الروح القدس، اذكروا الإيمان الذي أعلنتموه أنتم أو أعلنه أباؤكم وأشابينكم يوم اعتمادكم في المسيح وأنتم صغار. تجديد مواعيد العماد. أيها الأبناء، أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ أتؤمنون بيسوع المسيح ربنا ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ أتؤمنون بالروح القدس الرب المحيي الذي سيوهب لكم اليوم بنوع فريد بسر التثبيت المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية المقدسة وبشريكة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ معا، هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا، آمين. أيها الإخوة الأحباء، لنصلي إلى الله الآب القدير كي يرأف بأبنائه هؤلاء الذين ولدوا بالعماد ولادة جديدة، ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبهاً بالمسيح. الآن بصمت نطلب أن يحل روح الله القدوس على أبنائنا وبناتنا بالزيت ووضع اليدين. أيها الإله القدير، أبا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس، منقذاً إياهم من الخطيئة، فأفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليط، هب لهم روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، املأهم من روح مخافتك
بالمسيح ربنا آمين. حب الله.
لولا الروح ما نثرنا نور الله. الروح يجمعنا. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة، ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير كنيسته المقدسة بأسرها. نتضرع إليك أيها الرب العطوف، فتقبل أدعية عبادك الذين جعلتهم بالميرون
أكثر شبهاً بالمسيح. والآن وقد اشتركوا في تذكار الفداء الذي استحق لنا به موهبة روحك القدوس، فأعطهم أن يشهدوا له في كل مكان، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل، واجب وخلاصي، أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان، أيها الرب الآب القدوس، الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه بعد صعوده أعالي السماوات وجلوسه عن يمين الله أرسل إلى أبناء التبني الروح القدس الموعود. لذلك من الآن وإلى الأبد ومع كل الجيش السماوي نسبحك يا رب بقلوب خاشعة صارخين وقائلين. قدوس 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 أنت الرب القوي مجدك العظيم واشعر في الأعالي مبارك الآتي باسم إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكر موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا بيت سابالا وجمع الأساقفة وسائر الكليروس والحاضرين هنا جميعا. أذكر يا رب إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك من أهلنا وأقربائنا، ولا سيما المنسيين منهم، اجعلهم جميعا ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل يا رب أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، أن تسبغ مراحمك على هؤلاء الطلبة
المتقدمين من هذه الأسرار المقدسة على ذويهم وأشابينهم، واجعل يا رب أن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبه العفيف، ومع الرسل الأطهار والقديس بولس الرسول والقديسة الأم ماري الفونسين وجميع القديسين الذين ارضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك للأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. نجينا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. ليكن سلام الرب معكم دائما. لنتبادل سلام المسيح. السلام. السلام لكم، سلام المسيح، السلام لكم، سلام روحه. Thank you.
لكم سلام المسيح، السلام لكم سلام روحه. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. والآن أيضا لحظة مقدسة ومؤثرة لحياة أبنائنا، يتقدمون للتناول المرة الأولى من جسد ودم المسيح، يتناولون بالفم حيث سيتناولون تحت الشكلين جسد ودم المسيح. بعد ذلك كما نوهنا في بداية القداس تناول المؤمنين، نضع اليد الشمال واليمنى تحتها، وبعدما يوضع جسد المسيح على يدنا الشمال نأخذها باليمين ونضعها في ثمنا ونعود إلى مكاننا. نرجو أن نحافظ أثناء ذلك على هذه اللحظات المقدسة. أشكر الذين التزموا بعدم التصوير في الموبايلات، هناك مصور واحد. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا. طوبى لمن يرتوي منهما، قال الرب أنا الكرمة، أنتم أغصان الكرمة، كالأغصان اثبتوا فيا، تأتوا بثمار جمة. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا. طوبى لمن يرتوي منهما، مثل الهائم في الصحراء يبحث عن قطرات. جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا. طوبى لمن يرتوي منهما، ما
من يأكل من خبز الله، من يشرب من خمر الله، يرث الحياة الأبدية، يعطى السعادة في دنيا. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا. طوبى لمن يرتوي منهما. إلهي
لن تدخلوا ملكوت السماء إن لم تعودوا كالأطفال، لن تدخلوا ملكوت السماء. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر من سيادة المطران ويليام الشوملي لترأسه هذا الاحتفال المقدس، طالبين من الرب أن تزيد المناسبات المقدسة والجميلة في هذه الرعية. أشكر فعلا من القلب هذا الالتزام، بالرغم من أنه احتفال يعني شعبي هيك متعودين على والمناولة، ولكن حاولنا أنه لغاية الآن وإن شاء الله للأخير يكون هناك قدسية ويكون هناك احترام لهذا الاحتفال ولهذين السرين المقدسين. رعية الجبيهة معروفة طول عمرها بأنها الرعية الملتزمة. معلش أحكي بروح أخوية بعد إذن سيدنا موضوع اللباس. اليوم حسيت حالي مش بالجبيهة، سيدنا أنا بالجبيهة. بدنا نرجع نكون الجبيهة. يعني في بعض بعض الأمور مش كثير بتسر صاحب البيت يسوع. أرجوكم بروح أخوي نتقبل هالملاحظة، معليش بروح محبة سواء في هذه الكنيسة أو في أي كنيسة أخرى. أجسادكم هياكل الروح القدس، شوفوا ما أجمل الثواب البيض لابسينهن الأولاد. القدسية هي تأتي من القلب ونعبر عنها باحترام الجسد لبيت الله. أرجوكم لا أقصد أي شخص بعينه، ولكن غيرة بيت الرب تدعونا أن نكون معا لكي نعطي صورة جميلة لبيت الرب ونعطيه الاحترام القدسي. أرجو من الجميع، من الأهالي، من الآباء، من الأمهات بشكل خاص، أن نراقب هذا الموضوع، موضوع اللباس في الاحتفالات، ونحن مقبلون على الصيف في أعراس وفي مناسبات أخرى. أرجوكم كل الرجاء باسم يسوع أن نحافظ على هذه القدسية وهذا الجانب. والآن بعد البركة، عفواً بدي أشكر كمان، بما أنه وصلنا لنهاية الاحتفالات الصيفية بخصوص هذه الأسرار المقدسة، كل الشكر لسيستر برونا بشكل خاص ومعها أيضاً معلمات التربية المسيحية اللي كانوا دائماً يرافقوا الطلاب. بدي أشكر الأهل والأشابين وبعض الأفراد أيضاً كانوا دائماً حاضرين يساعدونا. كل الشكر ما بننساه دائماً لأروع مجموعة عنا الكشافة، كشافة لجبيها الحاضرة دائماً من أجل ترتيب المناسبات. الأصوات الجميلة دائماً تعطي بهجة وامتياز. كل الشكر للكورال، كورال الرعية قيادة طارق طايع وحنين جدعون. أيضاً كل الشكر للخدام الهيكل اللي أيضاً بيساعدوا حتى القداس يكون مهيب ومرتب. شفتوا قديش نجدد الدعوة، رجاءً الصفية جاية نوعاً ما الأمور تحلحلت إن شاء الله إن شاء الله، فبالتالي ممكن يكون في بعض النشاطات خاصة خدام الهيكل. جيبوا أولادنا هذول اللي عملوا أول مناولة، خليهم يحافظوا. شايفين ما أجمل الأولاد موجودين على الهيكل، اللي عنده موهبة الصوت، القرآن مفتوح، الكشاف. ما بدنا طفل لا يعمل شيء، بدناش طفل لا يعمل شيء مش منتمي لأي شيء بالرعية. أرجوكم نتعاون مع بعض في هذا الموضوع، وسيكون هناك صورة تذكارية بعد الاحتفال. رجاء أن نحافظ على أماكننا ريثما ينتهي الاحتفال حتى نهايته. أذكر يوم الأحد سيكون جميل جدا أن أولادنا يكون أول أحد إلهم مع جماعة المؤمنين، لذلك أدعوكم جيبوا الأولاد يوم الأحد قداس المساء على الساعة 7 بالثواب زي ما عملنا الأحد الماضي، كان كثير جميل. شكرا سيدنا.
لنصلي. أشمل دائما ببركتك يا رب أولئك الذين مسحهم الروح القدس وغذاهم سر ابنك المقدس، واجعلهم يتغلبون على الشدائد فيبهجوا كنيستك بقداستهم، ويعملوا بسيرتهم ومحبتهم على ازدهارها في العالم بالمسيح ربنا. آمين. ليبارككم الله الآب القدير الذي جعلكم بالتبني أبناءه، أنتم المولودون ولادة جديدة من الماء والروح، وليحرسكم بمحبته الأبوية. آمين. ليبارككم الإبن الوحيد الذي وعد بأن يبقى روح الحق في الكنيسة، وليثبتكم بقوته في إعلان الإيمان القوي. آمين. ليبارككم الروح القدس الذي أضرم بنار المحبة قلوب المؤمنين، وليجمع بينكم وليقودكم من غير عثار إلى فرح ملكوت الله. آمين. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. لنذهب بسلام المسيح. الشكر لله.